هذا السيد قال أكلت السمكة حتى رأسها، والثاني قال أكلت السمكة حتى رأسها، والثالث قال أكلت السمكة حتى رأسها، فأيهم مصيب؟ كلهم مصيبون. كلهم مصيبون؟ كيف؟ سألهم بنفسك كيف؟ مسموح. مسموح ولا ريب، وإلا فلما فتحنا مطعم السمك في مدينة القواعد؟ عفوا حضرة الأخ، لقد قلت أكلت السمكة حتى رأسها، فهل أنت مصيب؟ نعم، بحسبان أن حتى حرف عطف. حتى حرف عطف؟ أي أكلت السمكة ورأسها. أكلت فعل وفاعل، السمكة مفعول به منصوب بالفتحة، حتى حرف عطف، رأس معطوف منصوب بالفتحة أيضا. هذا كلام لا غبار عليه. إذن فأنت قد أخطأت سيدي عندما قلت أكلت السمكة حتى رأسها. أخطئ؟ أنا أخطئ؟ لا يا عزيزي لا، أنا حقا قلت أكلت السمكة حتى رأسها، ولكنني لم أخطئ، لأن حتى حرف جر، أي أكلت السمكة إلى رأسها، إلى حرف جر. حتى حرف جر، قبل قليل كانت حتى حرف عطف. المشكلة أن كلامك لا غبار عليه أيضا، أليس كذلك يا سيدة حتى؟ هو مصيب، أكلت السمكة حتى رأسها، أي إلى رأسها، حتى حرف جر. إذن فأنت المخطئ يا سيدي. لماذا يا سيدي؟ لأنك قلت أكلت السمكة حتى رأسها. لا تغلط يا عزيزي لا تغلط، فأنا حقا أكلت السمكة حتى رأسها، ولكنني لم أخطئ. أتدري لماذا؟ لأنني احتسبت حتى حرفا مما يعطف جملة على جملة. هذه لم أفهمها. سأشرحها لك بكل بساطة يا سيدي. أكلت السمكة جملة تامة، ورأسها، أي ورأسها أكلته، جملة ثانية، وحتى عطفت الثانية على الأولى. إذن يا سيدي، كيف تعرب كلمة رأس؟ مبتدأ. والمبتدأ يا سيدي؟ مرفوع بالضم. إذن يا سيدي، الآخر هو مصيب أيضا. إذن أنت حتى، نعم، أنت حتى التي حتحت قلوب النحاة.